بنشوف على شاشة التلفزيون في لحظات الانتصار 13 دقيقة وما تبقى من التوقيت. مشاهدينا الكرام، تهانينا وناموس تهانينا للفوز للجميع مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه الاندفاعات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا التاسع في تعداد أشواط مساء هذا اليوم، وهو الشوط الخاص بالحول المهجنات الأصايل لمسافة 8 كيلومترات من أشواط التميز، أشواط النخبة. مشاهدينا متابعينا الكرام، ها هي الانطلاقة تمت بعون من الله وتوفيقه في هذا المساء الجميل، في هذه التحديات الرائعة. نبحث مشاهدينا متابعينا الكرام بالمقدمة والصدارة، وأرى هناك أيضا اشتعال من قادة المجموعة لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. ننطلق مع المركز الثاني، وأرى هني ليالي، أرى ليالي مع المركز الثاني. نتابع المركز الثاني، وأرى فبركة من تاتي ثانيا، التابعة لهجن العاصفة يقودها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز الثالث، نقلتنا التالية مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث، مع التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة، وأرى من الجانب الآخر المركز الثاني ليالي التابع له. تباعد المسافة في اللحظات الأخيرة في الأمتار المتبقية من عمر هذا الشوط. تهانينا الهجن العاصفة، والتهاني لمالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. وها هي حربة على الصدارة، نتابع المركز الثاني، وأرى هني فبركة، أرى فبركة قادمة بكل قوة مع المركز الثاني. يا سلام، المركز الثالث علاج لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام في اللحظات الأخيرة، في الأمتار الأخيرة. يا سلام، علاج تنتزع الصدارة. تهاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والتهاني لمسري بن سالم بالعرض الحميري. المركز الثاني حربة من هجن العاصفة، المركز الثالث النشبية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع الظبي لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الخامس نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. والبقية نحيلها لأعضاء خط النهاية، 12 دقيقة 57 ثانية، 6 أجزاء من الثانية.